شفتوا اللي حصل؟ شوجر اتجوزت يا جدعان. شبيه تريزيجيه اتجوز نيلي اللي فورمتها مظبوطه بالملي. عملوا فرح ولا في الاحلام، ولا كان ممكن نتخيل ابدا ان نيلي ممكن تعمل فرح كبير بالشكل ده وتعزم كل الناس دي، خاصة زي ما انتوا عارفين انها مش الجوازة الاولى. ما بعدش يا جيمي. الفرح كان مليان رقص وتنطيط، بالذات نيلي كانت شبه الفراشة وسط المعازيم، والاتنين طلوا علينا باللون الابيض. في الفيرست لوك نيلي خرجت قدام ضيوف الفرح وفضلت واقفة مكسوفة حتى ما بصت له. يا رب ما تحطيني في الموقف ده ابدا، احراج. والناس كلها لما شافت الفيديو فضلت تقول نيلي مكسوفة يا جدعان. مكسوفة؟ مكسوفة. قشطة. اللوك التاني كان ابيض برضو ويجنن خالص، بس اللي لفت نظري ان هي كانت لابسة شوز حوالي 7 أو 9 سم. كان عندها صمود رهيب تفضل محتفظة بالشوز لآخر لحظة في الفرح. اصل يا جدعان دي طولها 164، انتوا متخيلين؟ انا مش قصير ازعه، انا طويل وهبه. وقبل ما تخرج بالفستان التاني دخلت جوه عملت فرح مع اصحابها، بس هشام جوزها دخل وقفشها وقال لها في حاجه كمان لفتت نظري قوي في الفرح ده، انه عادي جدا ان المعازيم كانت لابسه بيجامات، يعني عادي جدا تبقى نازل بالبيجامه وتلاقي الفرح فاتت. يلا. وبعيدا بقى عن كل اللي قلناه واللي حصل في الفرح، فجأة البنات كلها بقت بتحب المكرونة الاسباجيت. اصل يا جماعة الرجالة لما بتحب بتحب بجد. لو ده هيثبت لك انك ايه. نخش بقى في التفاصيل، زي مثلا ساعة العريس اللي ب 92,000، انتوا متخيلين الرقم؟ وكمان منديل كاتب الكتاب اللي واخد من نفس تطريز فستان نيلي. اللهم افقرنا واغنيهم. من ضمن الناس اللي غنوا في الفرح رامي عاشور اخو العريس، وكانوا مبسوطين على الاخر وقالوا اهو فرصه نوفر، كفايه مكلفين نفسنا بدل وفساتين وساحل، يبقى زدنا في دقيقه. اتعشت كده. ثانيه واحده كده، عمرو دياب كان في الفرح؟ الهضبه يا جدعان كان في الفرح؟ لا كده مش موفرين خالص. كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين. طبعا الستات كلها حقدت عليها، بس بجد تحيه وتقدير للشجاعه نيلي كريم انها قدرت تعمل فرح وتلبس فستان وتعزم كل المعازيم. ما شاء الله، الله اكبر، ظبط. بس اوعوا فرح نيلي كريم ينسيكوا تعملوا لايك وشير للفيديو ده. باي باي.